أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نطالع في موقع المدى، وساط الأحزاب ومراقبون يتحدثون عن تلافي 7 ملايين ورقة انتخابية من أصل 10 ملايين. وفي العربي الجديد نشرة تحت عنوان لقاءات جس النبض لتشكيل التحالفات تتخطى الفيتوات السابقة. وفي الزمان نطالع، مئات الجثث لا تزال تحت الأنقاض بعد 10 أشهر من استعادة الموصل. نتصفح في العرب اللندنية، إيران تتحدى روسيا، لا أحد يمكن أن يجبرنا على مغادرة سوريا. ونطالع في القدس العربي، مقتل 5 وإصابة 22 بهجوم صاروخي للحوثيين على مدينة مأرب في اليمن. بشرف الإمارات، الخليج الإماراتية، صحة عباس تثير قلق الفلسطينيين وتفتح باب التكهنات. ونتصفح أخيرا وليس آخرا في الحياة، واشنطن تحدد لطهران 12 شرطا وتتوعدها بأقصى العقوبات في التاريخ. أهلا بكم. في 12 من الشهر الجاري تمت الانتخابات النيابية، وهي الرابعة منذ احتلال العراق في عام 2003، وفي حين تضاربت البيانات الرسمية عن نسبة المشاركة التي أعلنتها في البداية بأنها 31%، ثم تم تعديلها في بيانات لاحقة لتصل إلى 44%. قالت الصحافة العالمية في استطلاعاتها بأنها كانت تتراوح بين 16% إلى 25%، ووصفتها بأنها أدنى نسبة مشاركة من جميع ما سبقها من انتخابات. دكتور مثنى عبد الله يرى في صحيفة القدس العربي أن جميع المؤشرات كانت تقول بأن العملية ستفشل فشلا ذريعا بعد تصميم الكثير من القطاعات الشعبية على العزوف عن المشاركة فيها. هنا يأتي التحليل السياسي ليقول بأن الشعب العراقي أصابته حالة يأس تام من العملية السياسية وكذلك من العملية الانتخابية التي كانت في كل مرة تنتج الوجوه نفسها والأحزاب والتيارات والتحالفات نفسها بسبب قانون سانت ليغو الذي تسير وفقه عملية توزيع الحصص والمقاعد البرلمانية، والذي يخدم الأحزاب الكبيرة ويعيد إنتاجها في كل مرة. كما أن مفوضية الانتخابات التي تدير وتشرف على العملية برمتها هي مشكلة وفق التوليفة التحاصصية الطائفية والعرقية، وبالتالي لابد من أن تساعد في عودة الوجوه القديمة شاء من شاء وأبى من أبى، وبغض النظر عن نسبة المشاركة والظروف التي قادت إلى هذا الاحتجاج الشعبي المهم، فقد أفرزت المهزلة الرابعة خريطة سياسية جديدة، لكنها ليست مفاجأة كما روج لها البعض، حيث أن تقدم تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر كانت رافعته عزوف الناس عن المشاركة، وليست المشاركة الواسعة هي التي أتت به في المقدمة. ما فائدة أن تكون رابحاً بأصوات أقل من 25% بينما أكثر من 70% من الشعب لم يشارك؟ الكاتب يرى أنه أيما تأتي النتائج ستبقى ميزة المرحلة المقبلة هو أن نظام الحكم سيكون مفتقرا إلى الشرعية الانتخابية بسبب عزوف الناس عن المشاركة، وأن كل من يدعي بأنه قد فاز وأنه يمثل الشعب سواء فردا أو تيارا أو حزبا فهم واهمون، لأن الانتخابات حتى لو جاءت بنسبة مشاركة نصف الشعب تبقى بدون طعم التمثيل الحقيقي، فما بالكم بأن النتائج الحالية كانت في أحسن الأحوال بنسبة مشاركة بلغت 25%. أكدت النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات التشريعية في العراق والتي أجريت في الأسبوع الماضي فوز تحالف سائرون الذي يتزعمه مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى، حيث عكست نتائج الانتخابات حالة الانكسار والتشظي التي تعرضت لها الأحزاب السياسية شيعية وسنية وكردية وتركمانية، فتشظت الأصوات والمقاعد التي حصدتها الأحزاب، هذا ما أشارت له عائشة المري في
مقالها بصحيفة الاتحاد الإماراتية. من الواضح للمتتبع للشأن العراقي بأن نتائج الانتخابات الحالية لن تقلب المعادلات السياسية ولا مستوى الفرز الطائفي، ولن تنجح في التحول عن نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب السياسية. رئاسة الوزراء، رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، فالأحزاب لن تستطيع أن تشكل حكومة منفردة. الصفقات ما بعد الانتخابات لها الكلمة الفصل في تشكيل الحكومة. ما المتوقع؟ ستبقى رئاسة الوزراء شيعية، هذه هي الحقيقة المؤكدة. قد يحظى العبادي بفترة رئاسية ثانية، فهو يحظى بقبول دولي وإقليمي. وفي الوقت نفسه، أما إذا نجح التيار الصدري في جمع التحالفات المناسبة، فلن يرضى بديلا عن اختيار رئيس الوزراء من قائمته، ما يعني وجها سياسيا جديدا لرئاسة الحكومة العراقية بدعم من التيار الصدري وتحالفاته المحلية والإقليمية. تمضي العملية السياسية في العراق منذ 2003 في نفق مظلم، رغم مشاركة 11 مليون ناخب من مجموع الناخبين والمقدر ب 24 مليون، أي ما نسبته 44.5% الحالمين بالتغيير، ولكن الضعف دليل على حالة اليأس السياسي للشعب العراقي، فخيوط اللعبة السياسية ما زالت طائفية رغم الشعارات الانتخابية لبعض الأحزاب العابرة للطائفية. الكاتبة ترى في ختام مقالها أن الكتل السياسية والأحزاب الطائفية حشدت كل ما يمكن من طاقات المذهب لصالح كسب أصوات أتباعه، شيعة كانوا أم سنة، ومن ثم جاءت لتتحدث عن دولة وطنية، وهذا يعني بحسب الكاتبة أنه لا جديد تحت شمس العراق. تجاوزت الدورة الانتخابية خطوط الرجعة وتداعيات الاحتجاج والاتهام على ما شابها من تلاعب وعبث وشبهات بالتزوير ومزاد بيع أصوات الناخبين، وانتقل المنتصرون إلى التفاوض على تشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عددا لاختيار رئيس الوزراء المقبل. علي عبد الخالق يقول في صحيفة المدى: إن الأنكى من كل ذلك هو أن اللقاءات والحوارات التي أعقبت إعلان النتائج لم تأتي على ذكر الظاهرة الأبرز التي رافقت العملية الانتخابية وما تنطوي عليها من دلالات ومؤشرات وعواقب المتمثلة بنسبة المقاطعين للمشاركة في التصويت، وهي تبلغ وفقا لإحصائيات مفوضية الانتخابات تبلغ 56%، مع أن تقديرات أخرى تؤكد أنها أكثر بكثير. إن أول استخلاص يجب التوقف عنده بلا أوهام يتمثل بوضوح في رفض المنظومة الطائفية المحاصصاتية التي تعتمد عليها العملية السياسية. وارتباطاً بهذا الرفض تبرز ظاهرة الفساد الإداري والمالي والنهب العام التي لم يجري مس جذورها ومسبباتها ورموزها، لكن الناخبين المشاركين في التصويت بادروا لمعاقبة الكتل والأحزاب ورموزها المسؤولة مباشرة عن ظهور الفساد واحتضانه وإشاعته في الدولة والمجتمع والأحزاب الحاكمة، ليصبح قوة استمرار ونفاذ للمنظومة وقدرتها على تدوير آلياتها وعواقبها. والمثير للانتباه أن بعض هؤلاء الذين هم من بين أسوأ نماذج ورموز الفساد تسللوا إلى البرلمان بما أنفقوا من مال مهرب ومسروق، كذلك البعض ممن شملهم العفو العام، سيء الصيت، والممانعة والمقاطعة، والاستنكاف عن المشاركة في الانتخابات، وهي كلها تسميات تختزل معنى واحدا تعلن القطيعة مع كل ما تمثله الطبقة السائدة. والغريب أن قادة القوائم الفائزة من دون استثناء يعيدون تكرار القول بأن الانتخابات عبرت عن رفض الطائفية والمحاصصة وأكدت على عبور كل صياغها، بحيث يجري تشكيل الحكومة بمنأى عنها، ولكن كيف؟ طبعا الكاتب يضيف أنه لا أحد يجيب على هذا التساؤل إلا إذا استثنينا العودة إلى الحديث عن حكومة التكنوقراط وما أدراك ما مفهوم التكنوقراط وما هي تجلياته. وليس في تجربتنا غير حكومة المغلف والمغلق الذي تكشف فيما بعد عن عبقرية مطار الناصرية الذي كان أقدم مطار في التاريخ استخدمه أجدادنا قبل الميلاد، والعباءات المحاصصاتية التي تبين أن وزراء التكنوقراط كانوا يتلفعون بها.
رغم أن خارطة تحالفات الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي لم تتضح إلى حد الآن، لكن العلامات واضحة في انكسار زخم التمحور الطائفي المتشدد المتمثل بتراجع قائمة نور المالكي وتوزع أعضائها على كل من قائمتي النصر برئاسة حيدر العبادي والفتح برئاسة هادي العامري، وفشل مشروع لملمتهما الذي سعت إليه إيران طبعا بقوة في الأيام الماضية. دكتور ماجد السامراء يرى في صحيفة العرب اللندنية أنه على الرغم من ذلك فلا يمكن تصور أن أصحاب وموالي المشروع الإيراني سيرمون أسلحتهم وسيستسلمون بسهولة مطلقة. هؤلاء توفرت لديهم إمكانيات سياسية وعسكرية وإعلامية لوجستية هائلة، وعندهم كوادر تشتغل حالياً لجمع صفوفها ومواجهة معركة الكتلة الأكبر التي تخفي في ثناياها صراعاً عميقاً يتجاوز قضية من سيصبح رئيساً للوزراء، إلى نقطة تتبلور من خلالها معطيات عملية تتعلق بأي من المشروعين سينتصر. قبل إعلان الكتلة الأكبر ستتحقق إحدى النتيجتين، إما المحافظة على الخط السياسي الذي قاد العملية السياسية منذ 2006 إلى حتى الآن بكل ما أنتجه من خراب للعراق عن طريق لعبة التوافقات والمهادنات، وبذلك تتحقق خسارة العراقيين لمواقفهم الجريئة في عقاب الزعامات الفاشلة والفاسدة عن طريق النسبة العالية في مقاطعة الاقتراع، وبذلك تنغلق بوابة النور التي لاحت في نهاية النفق. وأما أن ينجح المشروع العراقي بالدخول في عتبات التحول السياسي التدريجي المبرمج المقبول بأولوياته الواضحة في مغادرة المحاصصة الطائفية ورموزها والشروع في الإجراءات العملية بفتح ملفات الفساد وإرجاع الأموال المنهوبة ومحاكمة السراق مهما على شأنهم الحزبي والحكومي. الكاتب يقول إنه إذا كانت نتائج الانتخابات لم تطرد الزعامات التي خاصمت الشعب حين انحازت لمصالحها النفعية والخاصة ولرغبات الآخرين من الخارج، إلا أن الجمهور استطاع تحقيق حالة الفرز وإزاحة كل الشعارات الكاذبة والمخادعة، وتمكن من فتح ثغرة في الجدار المهلهل الذي بنته تلك الزعامات خلال 15 عام. لكن هذه الثغرة يمكن أن يتراجع ومضها وتنغلق في مساومات ماكرة تقوم بها الكتل السياسية للمحافظة على امتيازاتها ومناصبها. لا جديد في موقف طهران إزاء وجودها في سوريا، ولا شيء يفاجئ في قول الناطق باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي بالأمس إن ذلك الوجود شرعي وجاء تلبية لطلب حكومة دمشق. علي نون يرى في صحيفة المستقبل اللبنانية إن التوضيح الإيراني جاء رداً على الموقف الروسي الذي أبلغه الرئيس فلاديمير بوتين إلى بشار الأسد في منتجع سوتشي الأسبوع الماضي، ودعا فيه القوى الأجنبية إلى الخروج من سوريا قاصداً بذلك في أول القصد وحسب التأويل شبه جماعي الإيرانيين وميليشياتهم المذهبية التي أحضروها من أفغانستان وباكستان والعراق ولبنان وغيرها. الموقف الإيراني مبدئي وسابق على مستجدات الموقف الروسي، بل هو دستوري في حسابات طهران قبل أن يكون شرعياً وآتياً من جهة حكومة الأسد، بل أكثر من ذلك بقليل، حتى لو لم يطلب الأسد ذلك الدعم فهو كان سيأتي في كل حال. الفرضية المستحيلة هذه فيها ما يؤكد حقيقتها، وهذه خرجت أكثر من مرة من خلال تصريحات إيرانية عدة تحدثت للمفارقة عن أن الأسد وفكر وحاول أن يترك سوريا، لكن إيران منعته أو عملت على تعديل موقفه. والبعد الشرعي في الموضوع مطاط في العرف الإيراني، يسري إذا تلائم مع سياسة الاستحواذ والنفوذ ويتجاهل إذا تعارض معها. بهذا المعنى لم يأتي دعم الحوثيين في اليمن من نصر شرعي حكومي يمني، بل من واقع انقلاب غدار، ولم يأتي في العراق غدا سقوط نظام صدام حسين من أطر شرعية أمسك بها الاحتلال الأمريكي واحتكرها، بل من تسلل منهجي ارتدى أثواب المقاومة بداية قبل أن يصل إلى مقاومة الإرهاب، وبعدها إلى قوننة تولاها نور المالكي ترجمة لمصالحه ولواقع الحال ميدانياً وسياسياً. الكاتب يرى أنه ليس
هينا ولا بسيطا ولا قليلا أن يصير الوجود الإيراني في سوريا واقع بين حدين. غارات تدميرية إسرائيلية متواصلة من جهة، ومطالبة الحليف الروسي والتابع الأسدي بالانسحاب من جهة أخرى، وبين الحدين ظلال موقف أمريكي يضع الوجود الإيراني الخارجي كله وليس في سوريا وحدها بل برمته في مرمى الاستهداف المباشر. قضي الأمر وانطلق السهم، فما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكبر وأعرض بكثير جدا من مجرد الحديث عن تغيير سلوك إيران سيء السمعة. إيميل أمين يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن بومبيو أنهى الجدل حول المطلوب من إيران، والذي يبدأ من أن تودع آمالها في امتلاك السلاح النووي، وهذا لن يتأتى إلا إذا أوقفت وبالمطلق كل عمليات المراوغة من أجل التخصيب سرا، الأمر الذي يعني حتمية فتح كافة منشئاتها النووية للتفتيش وكذا مواقع ومواضع لقوتها المسلحة يشك في أنها تحوي أجزاء من برنامجها النووي. الأذرع الأخطبوطية وأدوات القوة الخشنة لإيران في المنطقة بات عليها أن تواجه حقائق جديدة على الأرض، مفادها أن زمن تصدير الفتنة إلى الخارج قد انتهى، وأن تاريخاً جديداً مع واشنطن قد بدأ للتو. وربما لهذا قدر جواد ظريف وزير خارجية إيران المشهد تقديراً صائباً حين أشار إلى أن الاتفاق النووي قد دخل مرحلة الموت السريري، ذلك أنه أدرك ما ورائيات المشهد النهائي المقبل. يعلم بومبيو تمام العلم أن النظام الإيراني سوف يسعى إلى تسويف الوقت بكل الآليات التي يمكنها أن يتلاعب بها، ويذهب رجل المخابرات إلى أنه لا جدول زمني لديه للتغيير في الداخل الإيراني، وأن الذين يناط بهم تحديد أبجديات هذا الجدول ومعالمه وملامحه وتوقيتاته هم الشعب الإيراني. يمكننا القول إن المرشد ومن لف لفه سيضربون عرض الحائط بكل ما نادى به بومبيو، ولهذا فإن العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة سوف تفعل فعل سيف البتار في تحركات الدولة الإيرانية، وحتما ستنعكس على الجماهير التي خرجت تطالب بالخبز غير مرة، ولم يعد يعنيها تصدير ثورة الخميني إلى دول الجوار أو رفع علم الثورة على العواصم، وهي وحدها القادرة أن تقول كفى الآن وهنا. الكاتب يتساءل، هل استراتيجية بومبيو خطيرة ومثيرة في ذات الوقت؟ أغلب الظن أن ذلك كذلك، فإيران الملالي لن تكون لقمة سائغة، وهي ترى انهيار رؤاها الدوغمائية على عتبات بومبيو كما يصف الكاتب بومبيو ترامب، ولهذا فإن أفضل الخيارات بالنسبة إليها قد يتمثل في الهروب إلى الأمام، وأيسر السبل لها هو إشعال المنطقة المشتعلة أصلاً ومحاولة جر الجميع إلى حرب إقليمية لا تنفك أن تتحول إلى مواجهة عالمية مسلحة. بعيداً كل البعد عن السياسة، ابتكر باحثون طريقة جديدة يمكن من خلالها إرسال رسائل نصية بواسطة التلويح بأصابع اليد، وأطلق الباحثون على النظام المبتكر اسم إصبع اليد بحسب موقع الخليج أونلاين. ويعمل النظام الذي ابتكره باحثون من معهد جورجيا تيك للبحوث التكنولوجية في ولاية جورجيا الأمريكية مع حلقة الإبهام عن طريق اكتشاف حركات اليد وإرسالها ترددات تقرأ بالأحرى عن طريق ساعة ذكية قابلة للارتداء لتحولها إلى نص، ويمكن استخدام تلك الساعة الذكية للتواصل في أثناء المناسبات الاجتماعية مثلا دون الشعور بالحرج في قطع الأحاديث. وقال الباحث الرئيس في الدراسة تشينغ تشانغ إن الساعة يمكن أيضا استخدامها في ترجمة لغة الإشارة أيضا وعلاج التهاب المفاصل في الأيدي. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور.
إلى اللقاء.